السلام عليكم. اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، والحمد لله على كل شيء. أشكر كل الحضور الكريم، وأقول أن الشخص حين يموت تتحول كل أشياء الجميلة إلى ذكرى، وأن هذه الذكرى اليوم هي عنوان كل محبة التي يكونها الجميع، التي كان يكونها الجميع لأخي توفيق مصباح. حين أتكلم على أخي توفيق مصباح فماذا عسي أن أتكلم؟ أن أتكلم على الأخ العزيز، على العائلة الكاملة، أم أتكلم عن المبدع؟ حين أتكلم عن أخ توفيق المبدع فإني ألزم علي أني أستحضر بعض المقتطفات من ما كتب، وأعني بالذكر أن أخي توفيق كان يفاوض الموت كثيرا، وكان دائما يذكر كل الجسم الصحفي برحيل شخصيات كثيرة. لذلك نرى أنه كتب على الكثير من الفنانين الذين رحلوا والذين غادرون إلى دار البقاء، فقد كتب على الأخ الذي كان يعزه كثيرا، الأخ المسناوي، وكتب على ممثلين مستاوي، وكتب على باطمة، وعلى توريا جبران، وعلى عبد الرحمن اليوسفي، وعلى الكثير، ربما لا أتذكر الكثير، ولكن واجب علي أن أستحضر بعض الكلمات التي كان يقولها في بعض كتاباته على هؤلاء الناس. وأبدأ بالشخصية كانت عزيزة عليه، وهو الأخ المسناوي، وقد قال فيه: كنت أقول دائما أن نحن من نصنع الأوطان، والوطن ليس هو مسقط الرأس، هو قطعة من الروح يسكن فيه سحابة يقيم فيها تسافر معك. هكذا مات المسناوي، لقد اختار الموت في مصر، وهناك سويجت روحه وتذترت بالحب، وما عاد من مصطفى إلا جسد في صندوق التف حوله المتباكون قبل أن يضمر التراب. هذه بعض المقتطفات من الكلمات التي كتب عن المسناوي. ثم كتب على العربي باطمة وقال: هل الموسيقى قاتلة؟ نتذكر موتك التراجيدي، فاسمك ضد النسيان. ثم كتب على توريا جبران وقال: حين تبتسم توريا جبران يتفتح وجهها مثل حديقة ياسمين، كل واحد منا أخذ جائزته من طيف توريا جبران التي ستظل نراها حكاية في السرطان. وكذلك كتب على عبد الرحمن اليوسفي وقال: هناك من يطلب الخلود في التاريخ، ومن يطلب الخلود في الكراسي، واليوسف اختار أكثر من أن يظل ذاكرة حية لا تموت، بل سيظل بذرة في قلوب المغاربة. أما عن شخصه فأنه الشخص كتب على الموت في ديسمبر في دوجنبير، قبل ما يموت، لأنه مات في دوجنبير وكتب على الموت في دوجنبير، وقال واحد الكلمات أنا أتذكر كثيرا ولكن يصعب قولها ولا أنساها كثيرا. قال: ذلوني على هذا المسمى الموت لأتفاوض معه وأعقد معه صفقة، أريد أن أقول له: خذ نفسا عميقا واسترح قليلا، ترجل أيها الموت من قطار الحصاد، استرح تحت ظل أشجار حديقة بيتنا، نم وأغمض عينيك الذابلتين، أترك رشفات من عطر الحياة، ابتسم أيها الموت ولا تلبس الحداد، توقف برهة لنحتشي فنجان قهوة. وكتب كذا، استشرف حتى جنازته، وكتب على جنازته وقال: هذه ليست جنازة عادية، بل هي فيلم يفوق الخيال، أنا هو المخرج والبطل، تلك الشخصيات أنا من يحركها وفق سيناريو محبك،
أنا الميت الملفوف داخل كتان أبيض، أقوم بتصوير هذه الجنازة بجزئياتها وتفاصيلها. ألخص ما معنى أن تكون ميتا، معناه أنك تعيش أصدق لحظة في وجودك. غير باش نعرفوا بأن هذا الشخص كانت عنده واحد الطاقة إبداعية كبيرة بزاف. والآن أتكلم على الأخ الذي كان عليه إجماع عائلي كبير، وكان حاضرا في كل المناسبات، وكان هذا الشخص يتذكر كل شيء، كل صغيرة وكبيرة في العائلة، يساعد الصغير ويساعد الكبير، وكانت عنده واحد القابلية كبيرة على صلة الرحم. لذلك أقول أنني أخي الصغير الكبير، لن أنسى طلتك الزاهية علينا وأنت تحكي لنا أحوال ذوينا لم نعد نصلهم. كنت دائما تذكرنا بأخبارهم القديمة والجديدة وتعاتبنا على نسياننا أو تناسينا. لا أعرف حجم يديك، ولكن أعرف كم كانت مبسوطة لتشد بأيادي كل من طلب مساعدتك. لا أعرف حجم قلبك، ولكن أعرف أنه كان يتسع لكل صغير وكبير وكل قريب وبعيد. لا أعرف حجم صدرك، ولكن أعرف أنه كان رحبا يتسع للجميع دون استثناء. لا أعرف حجم فؤادك وجهازك المناعي، لكن أعرف أنه منذ أن دخل هذا الضيف اللعين جسدك الطاهر وكان الألم يزورك كثيرا، يأتي حادا أو باهتا، متقطعا أو مستمرا، نابضا أو بوتيرة واحدة، لم تجد صعوبة أبدا في وصف هذا الألم بكل تفاصيله اللعينة، وكيف أنه أبطأ تفاعلك الاعتيادي مع أحبابك. فقد كنت صامدا كما عهدناك، لم تمنعك كل تعقيدات مرضك من الاطمئنان على الآخرين. وإن ضعفت قدراتك الإدراكية أحيانا وضعف بصرك، فقد كنت تذكر وترى بقلبك الطاهر. وأنا أعلن أمام الجميع أنه قبل إعلان رحيلك بيوم واحد كنت مبتسما شامخا وراجيا في تأجيل الرحيل. لذلك أقول لأمي السعدية، ارفعي رأسك عاليا، فقد حباك الله بابن بار صالح، ستشهدون له بصالح أعماله، وستستقبل ملائكة الرحمن روحه الطيبة ضيفا عزيزا بإذن الله تعالى. وأقول لأختي الصغيرة فتيحة، ارفعي رأسك عاليا، فقد حباك الله بزوج كان حريصا أشد الحرص على احتواء عاليته عائلته وتربية أبنائه محسن وغيتا تربية حسنة قائمة على احترام الجميع والقيم الأخلاقية والدينية. فسلام أخي توفيق على روحك الطيبة، سلام أخي توفيق على بياض وجهك وأنت نائم مبتسم وسط ثوبك الأبيض، وسلام أخي توفيق على كل ما سلمت لنا لنا قبل رحيلك من خير الأعمال، من ذكريات جميلة ومن قيم ثمينة. فألف سلام وسلام أخي توفيق، ووفقنا الله للدعاء لك والاستجابة من العلي القدير. والسلام عليكم.